اهلا وسهلا بمتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا الاثير المباشر. حاليا 11:32 دقيقة طبعا الحال بتوقيت المملكة المغربية، وفي هذه الجولة الليلية بطبعا الحال مدينة الناظور يعني منذ ايام ولم تسجل اي حالة مصابة بفيروس كورونا. حاليا كانت واجده بمدينة الناظور، وبطبيعة الحال الهدوء والسكون يخيم على هذه المدينة الساحلية الجميلة والرائعة، والتزام كبير بطبيعة الحال للمواطنين والمواطنات في هذه الأثناء، خاصة أننا كانت واجده في أهم الشوارع ديال المدينة اللي كانت كتعرف في الأيام السابقة كتعرف واحد الازدحام واحد الحركة في الليل، خاصة لعشاق الخروج في هذه الوقيتة من العائلات الناظورية بطبيعة الحال والوافدين على هذه المدينة. لكن شاءت الأقدار أن يصاب العديد من المواطنين هنا بمدينة الناظور بهذا الفيروس بطبيعة الحال، والحمد لله تم الشفاء ديالهم فقط حالتين بالمستشفى الحسني، وهذه الحالتين يعني عندهم واحد القصة اللي هي غريبة جدا. بلا ما ندخلوا في التفاصيل وطبعات الحال، فقط بقوا جوج حالات في الجهة الشرقية كاملة، يعني سبعة ديال الأقاليم في الجهة الشرقية والحمد لله ما فيهم لا فيروس ولا شي حاجة. الجهة الشرقية ومدينة الناظور عفوا لم تسجل أي وفاة منذ دخول هذا الفيروس، ونحن على مقربة من توديع هذا الفيروس بهذه المدينة إن شاء الله. إذن متتبعي قناة شوف تي في، كما كتشوفوا الأجواء بشارع يوسف بن تاشفين خالية، حتى السيارات وسيارات الأجرة بطبيعة الحال غير متواجدة هاد الأثناء أو خارج الخدمة. ثم كما كتشوفوا الأجواء كدايرة هنايا في الليل، لا سيارات ولا أي شيء، فقط الإخوان ديال الأمن الوطني، إخوان ديال القوات المساعدة والسلطة بطبيعة الحال اللي كتبقى 24 ساعة على 24 ساعة. هذا الشارع أختي هدى سميتو شارع يوسف بن تاشفين، المؤدي إلى الملتقى الطرقي اللي طالع للإقامة الملكية لمدينة زغنغان أو جماعة زغنغان، وكذلك الطريق تهبط في اتجاه مدينة مليليا وكذلك بني أنصار، وكتؤدي الى يعني اخر مدينة الناظور اللي هي المجموعة من الشواطئ الجميلة والرائعة، وكذلك كتؤدي الميناء غرب المتوسط اللي غادي يكون واحد الانجاز كبير، واحد المشروع ملكي كبير ضخم اللي غادي يكون ربما ثاني اكبر ميناء بالمملكة المغربية بعد ميناء الدار البيضاء، خاصة هذا الميناء هذا اللي غادي يستقطب المئات والالاف ديال البواخر العالمية من مختلف انحاء العالم. تبعت الحال هذا الميناء هذا غادي يكون مقسوم على 4 ديال الاقسام، ميناء تجاري، ميناء المسافرين، ميناء يعني ديال التصدير والاستيراد الى غير ذلك من الاقسام اللي غادي يشملها هذا الميناء هذا. تبعت الحال كورونا خلى مجموعة من المشاريع، مجموعة من الاشياء اللي هي تعطل المدينة، لكن الحمد لله بدينا كنشوفوا حركة، بدينا كنشوفوا يعني رواج ولو نسبي جزئي، لكن هذا لا يعني أننا إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة أنها ما تعاودش الحركة ترجع كما كانت إن شاء الله بإذن الله. وكنتمنى في الأيام القليلة المقبلة نشوفوا مدينة الناظور ترجع لهذيك الحيوية وذيك النشاط بطبيعة الحال. إذا كما كتشوفوا مدينة الناظور والشوارع ديالها في هذه المناطق، أنا كنجيت لها خصيصا لهذه المناطق ديال المحطة الطرقية القديمة تبعت الحال. الناظور عنده جوج محطات نتاع الكيران، واحد المحطة ديال الرباط كازا إلى غير ذلك، وبعض المناطق اللي تيمشيو وفي المحطة الطرقية الجديدة كاين العديد من الخطوط، ومن بين هذه الخطوط يعني مجموعة من الأقاليم والجهات، كذلك في انتظار افتتاح المحطة الجديدة اللي غتفتح إن شاء الله في المدخل ديال المدينة، اللي غتلغي هذه المحطة هذه وتلغي المحطة الأخرى اللي كاينة حدا الكورنيش ديال المدينة. طبعا الحال هذه الأجواء بالمحطة
الطرقية المحطة القديمة. هذه المحطة كانت منذ الاستعمار الإسباني، وكانت الحافلات كتمشي من هنايا لمدينة ملليلية المحتلة. وهذا البناء كله اللي كتشوفوا هنا على اليمين وعلى اليسار فهو بناء إسباني، وهذه المنطقة كانت معروفة بالمحتل الإسباني. هنايا كانوا مجموعة من الجنود ومجموعة من العسكر كان عندهم المنازل ديالهم هنايا بطبيعة الحال، إلى غاية الخروج منها ورجعوا السكينة تاع مدينة الناظور فيها بطبيعة الحال كما كتشوفوا حاليا. إذا هذه هي القيصرية، هنايا يباع الذهب وتباع الفضة هنايا في هذه المنطقة، ومختلف الأشياء تباع في هذه المنطقة بطبيعة الحال، التزام كبير ديال السكينة ديال المحلات إلى غير ذلك، في انتظار يعني العودة، في انتظار إن شاء الله العودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله. إذا التاريخ بطبيعة الحال، هاد الصور إلى رجعتوا للأرشيف ديال الصور ديال مدينة الناظور غادي تشوفوا هاد، فقط إلى كتبتوا الناظور زمان إلى الناظور ربما الاستعمار الإسباني غادي تلقاو هاد الشوارع نفس هي، فقط يعني تم التعديل ديالها وتم يعني مجموعة من الأشياء بطبيعة الحال. كاين مجموعة من المنازل اللي انضافوا، كانوا بعد السينمات هنايا، هادي مثلا على اليسار ديالي كانت هنايا سينما الريف، يعني معروفة هاد السينما هادي اللي كانت معروفة بطبيعة الحال تم الهدم ديالها. هنايا على اليسار كان تم الهدم ديالها، وهاد المناطق هادو اللي كتشوفوا على اليمين هادو مباني إسبانيا باقي حاليا شاهدين على تلك الفترة. إذا المحطة القديمة أو هاد المنطقة هادي يعني تاريخ كبير، ولجينا نهضروا في هذا الموضوع ما غاديش نساليو، نعودوا للموضوع ديالنا أنه الحمد لله أنه هذا السؤال لكم، السؤال لكم أنتم كمتابعي قناة شوف تيفي واللي كتابعونا دائما في اللايفات سواء في التغطيات الخاصة، كان نشر لكم مجموعة من الأرقام مجموعة من الإحصائيات، وكنتمنى أنكم تجاوبون على هذا السؤال، واش المملكة المغربية قررت تسالي مع هذا الفيروس؟ كنتمنى أنكم تعطونا التعاليق ديالكم باش نشوفوا الحقيقة ونشوفوا التعاليق ديالكم كيف دايرة. هذا السؤال ديالي لكم انتم كاملين، واش المملكة المغربية قررت أنها تسالي مع فيروس كورونا أو كوفيد 19 أو جائحة فيروس كورونا؟ إذا كما كتشوفوا وحنا حاليا في هذا المكان هذا، حنا قربنا من القنصلية الإسبانية بطبيعة الحال، قنصلية إسبانيا شارع الحسن الثاني، هذا الشارع ديال الحسن الثاني كذلك المؤدي إلى المحطة السككية ديال القطار. وهادو مباني إسبانيا اللي كتشوفوا هنا الإخوان كما كتشوفوا هنا على اليمين، يعني هادو كذلك على اليسار مباني إسبانيا، حتى الزخرفة ديالهم حتى الطريقة ديالهم باش مصوبين، يعني باقي يعني المباني إسبانيا، مجموعة من المباني هنايا فهي إسبانيا. وهاد الكافي كدير فطور معروف، هاد الكافي اللي هنايا كما كتشوفوا كدير واحد الفطور زوين، فطور ناطوري زوين. الناظور خالي بطبيعة الحال، مواطنين التزام كبير. مدينة الناظور في هذه الأثناء كتشوفوا السيارات، كنعرفوا أن الشباب ديال مدينة الناظور تيعجب له أنه يتحرك بالليل بالسيارات إلى غير ذلك، تيمشيو لبعض الأماكن هنايا في لاكورنيش، بعض المقاهي اللي كتبقى حلة إلى غير ذلك، لكن هذا في زمن غير هذا الزمان، هذا زمن المنزل، زمن الالتزام، زمن الحجر الصحي، وزمن كذلك الكمامة الطبية المؤقتة بطبيعة الحال، لأنه غيجي واحد الوقت إن شاء الله غادي تعود الحياة إلى مجاريها. وكنتمنى هذا الشيء ما يطولش بزاف، والأمور ما نخسروش بزاف الأصدقاء ديالنا، ما نخسروش بزاف العائلة ديالنا، إن شاء الله الأمور تعود للمياه لمجاريها ونخرجوا من جديد ونلتقي من جديد بالعائلات ديالنا بطبيعة الحال. شارع محمد الخامس المعروف بالنخل، النخل المغربي، لكن للأسف هذا النخل هذا يعني قريب يطيح، قريب يسالي، يجي واحد الوقت واحد العامين وثلاث سنين هذا النخل إلا ما تمتش المعالجة ديالو أو لما تمتش التعويض ديالو بواحد النخل آخر فغادي يقتل مجموعة من الناس، لأنه ثلاثة ولا أربعة النخلات اللي طاحوا هذا العام يعني بواحد الشكل اللي هو يعني قاسي،
وكانوا قريب يقتلوا الناس، طاحوا على الحافلات، طاحوا على الطاكسيات الى غير ذلك. كنتمنى من العمارة اقليم الناظور والبلدية اقليم الناظور او مارتشيكا اللي تابع لهذا الجهة انها تعيد النظر في هذا الشارع هذا وتعاود اصلاح دياله، لانه شارع له تاريخ طبعا الحال، له رمزية كبيرة. اذا ان شاء الله ما بعد كورونا بطبعة الحال اخواني اخواتي المغرب يعني سيعرف العديد من الاشياء اللي غادي تغير ان شاء الله، وكنتمنى التغيير للاحسن ونعيد النظر في مجموعة من الاشياء، لان الحمد لله الحالات نتاع الشفاء اللي كنشوفوها يوميا حالات شفاء يعني تبقى مبشرة بالخير، وتبقى ان شاء الله اشياء ايجابية بطبعة الحال. كنتمنى ان شاء الله انه المياه ترجع لمجاريها ويتحلوا الحدود طبعا الحال مع مليليا المحتلة، مع سبتة، مع مجموعة من المعابر، مجموعة من الناس اللي راهم عالقين، مجموعة من الناس اللي راهم حاصلين هنا في مدينة الناظور، بغاوي عندهم مشغال، عندهم كاين الناس اللي عنده محاكم، كاين الناس اللي عنده قضايا، كاين الناس اللي عنده العديد من الأشياء يعني، ولا بد من فتح الحدود هذا لتعود للحياة لمجاريها. كاين الناس اللي مازال ما شافوش ولادهم هذه مدة، كاين الناس اللي مجموعة من المشاكل ومجموعة من الهموم، انتم راكم شفتوهم في البرنامج اللي كندير يوميا في الليل، كتشوفوا مجموعة من الناس اللي كتعيط، الناس اللي كتبكي، الناس الإمارات، الناس ديال فرنسا، إسبانيا، الناس ديال الكوت ديفوار، الناس جميع المغاربة العراقيين في العالم تيبكي يعني تتمنى وأنهم تفتح لهم الحدود باش يرجعوا ولا يغادروا بطبيعة الحال. إذا كما كتشوفوا الأجواء الجميلة هنا في مدينة الناظور الذي لم يعتد على هذه الأجواء طبعا الحال. مدينة الناظور في الأثناء كتكون حركة، كيكون استعداد للمحلات لاستقبال الجالية المقيمة بالخارج لهذا العام. كاين واحد تخوف كبير، كاين واحد تخوف كبير طبعا الحال، مجموعة من الأخبار، كاين الناس يقولك غادي يجي، وكاين الناس يقولك لا ما غاديش الجالية هذا العام ما غاديش تجي إلى غير ذلك من الأشياء. لكن هذا تبقى أسئلة، تبقى أسئلة افتراضية وأسئلة يعني طبعا الحال وهمية لا يمكن تصديقها إلا بقرار من وزارة الداخلية أو من الحكومة المغربية أو الحكومة الإسبانية. طبعا الحال المصادر الموثوقة غادي تنشروا إن شاء الله في قناة شوف تيفي لتعم الفائدة متتبعي قناة شوف تيفي. إذا كما كتشوفوا حاليا احنا هنا في هذا الشارع ديال الكورنيش طبعا الحال، شارع هادئ وهادئ يعني بامتياز، خاصة في هذه الظرفية ديال جائحة كورونا. كنتمنى ان شاء الله في القريب العاجل اننا نساليو من هاد الفيروس بإذن الله لتعود الحياة لمجاريها. متابعي قناة شوف تيفي شكرا لكم على المتابعة، اكيد غادي نتلاقاو معكم في لايفات ان شاء الله، اكيد ان شاء الله غادي نتلاقاو معكم في لايفات مختلفة. ما تنساوش انكم تبارطاجيو هاد اللايف، تبارطاجيوه على اوسع نطاق لتعم الفائدة ومجموعة من الناس اللي كانوا باغيين يشوفوا مدينة الناظور في هاد الاثناء. كنحاول مرة اننا ندير لكم لايفات في الليل بعد شوية على الروتين ديال البرامج وديال الاتصالات الى غير ذلك. هادشي كلشي رغبة الرغبة ديالكم طبعا الحال والطلبات ديالكم. شكرا لكم على المتابعة، دمتم سالمين، ونتلقاو ان شاء الله بعد قليل في واحد البث مباشر اخر من مدينة الناظور. دائما دمتم سالمين، شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.